حليلي يا حليلي يا بي وينك حليلي يا حليلي بي شكون عندي بعدك يا بي باش تخليني يا وين يا وين لاباس اش الاحوال يا ودي لاباس وين اش الاحوال لا وانا شهرين بطلش على باباك شهرين وبتي شكاكة واحدة الجيران كل قاعدوا يخطرونا خليتنا فضيحة خليتنا فضيحة انا الداخل يقتلونا علي يا ربي اسكت يا راك تعيط على راسك راك تعيط على راسك طو تذكرت باباك طو تذكرت مالي جمت لا مش والد ولا مرماتك لك لي قلبي نارت اللي نقعد ما نكش مش لزلي خبزة اي حتى العديد هذا الخافر قول له مرأة ما تخليكش هذه واضحة الحكاية ماني نعرفك انت المرأة تحكم فيك بر على الأقل اطلب من السميع بر اطلب من السميع أمسامح الدنيا وخ نهراني ما انتكش نشوفه هو أمري بالحق بتاع ربعي شب طب المقلوب ولا الحكاية انت تسامحه ولا هو طو يسامحك اسمع نعم سامح وهو مسامحني وراضي علي انا كل الهم كنت انت ليش عامل فيه ليش عامل فيه ليش عامل باكستان الداخل هكا ليش عامل فيه بابا ها وينك انت البارح بدو يسكك في البرشي عقب الليل نخرج اللوج على فارماسي ونتضرب في زوز الباب السيرو ب 18000 انت وقتها مش لاهي يا سيد اسمع حق اسمع كلمتي 9000 منين جبت 9000 9000 نتاع السيرو نتاع بابا شدار ما عنديش تو ربي نو ما عندكش مالك يظل في الليل سكران ومروح تتلاطح من بلاصه لبلاصه باهي يا اخي قول الساعه يا اخي بابا لي وحدي اصل ما عندك استرجاع مصاريف هي تلك كلام بترجعهم يا رسول الله باباك عنده استرجاع مصاريف يا اخي كلام تدخل لهنا اصلا هي اخي مش عندك طاقه اجتماعيه بابا دي هديك ربي باباك عنده طاقه اجتماعيه تو ما يقاش باش يتغطى تقول لي عنده طاقه يا تو هذا حديث اسمعني الحديث الذهل اكلنا وشربنا منها برشا اجيش اجي نتحضوا في الرسمي طبعا شنو الرسمي الدار هودي الدار عدينا هذا ولد هنا تو باباك مقدرين ويقدوا مش هذا دهينة تشيني يا بابا ما ثم شيء دهينة تشيني اتكلم بشوي دهينة تشيني الدار مش تخليها لمرت باباك شبعت هيا والكريتة ومعمت ولا وزيد التراكتور اشنو شنو شني انا تراكتور ولا دار ولا سخت على راسك يا اخي الدار مش كاتبها لي بابا يلينيه كاتبها لك هاي محسوب كاتبها لي بالكلمه يا اخي كل مره في العيد الصغير ما قالكمش راه الدار والتراكتور البيكاسو وانت وقتها بالجمله اعطاك الكريته والبغل البغل من ظهرك هوميه ايش نعمل لكم ني